بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم The Helical Spring Static Case and Hoxlo، البندول الزنبركي، الحالة الاستاتيكية وقانون هوك. البربوس أو الغرض من التجربة دي To measuring the relation between suspended mass and the extension to number one, verify Hooke's law and determine the spring constant graphically. يبقى الغرض من هذه التجربة هو بيان العلاقة أو إيجاد العلاقة بين الكتل المعلقة ومقدار الاستطالة في الزنبرك لإيجاد أو لتحقيق قانون هوك وحساب السبرينج كونستانت اللي هو ثابت الزنبرك بيانيا. الأدوات سبرينج with supporting stand، standard weights with hanger، متر رولر. The general form of Hooke's law أو الإطار العام أو الصورة العامة لقانون هوك أن الإجهاد يتناسب تناسبا طرديا مع الانفعال، الإجهاد الواقع على الجسم يتناسب تناسبا طرديا مع الانفعال الذي يحدثه هذا الجسم، أي أن the stress is proportional to the strain. لكن بالنسبة للزنبرك، والزنبرك هو عبارة عن حلقات حلزونية مترصة ذات أبعاد محددة وأقطار محددة، وهو عبارة عن الشكل الاسطواني للحلقات الحلزونية المترصة والمتوالية. بالنسبة للسبرينج، يمكن أن نقول أن قانون هوكس لو ستيتس ذات ينص على the restoring force اللي هي الاف restoring acting on a spring والتي تؤثر على السبرينج تتناسب تناسبا طرديا is proportional to the negative sign of extension او displacement، تتناسب تناسبا طرديا مع الاكستنشن اللي هي دلتا ال within the elastic limit، ولكن في حدود المرونة أو في حد المرونة، لأنه إذا زاد تأثير الفورس عن حد المرونة يقال أن الجسم يتعامل في حد المرونة، وذلك إذا أزيلت القوة المؤثرة أو القوة المشوهة اللي هي deformation force فإنه يعود إلى شكله أو وضعه الأصلي. أما إذا لم يكن الجسم أو الجسم الصلب إذا لم يعد إلى وضعه الطبيعي يقال أن التشويه أصبح تشويه دائم. لكن بالنسبة للزنبرك فإن التشويه لا يكون دائم أو يكون تشويه مؤقت، وذلك في حد المرونة، إذا أزيلت القوة فإنه يعود إلى شكله أو وضعه الطبيعي. من قانون هوك نجد أن الريستورينج فورس أو الإف ريستورينج تتناسب مع الدلتا إل أو اللي هي الاستطالة اللي هي الاكستنشن او الديسبلسمنت التي يحدثها الريستورنج فورس او القوه. يبقى اذا الريستورنج فورس تساوي سالب كي دلتا ال، والسالب او النيجاتيف ساين تدلل على ان الريستورنج فورس تاخذ اتجاه معاكس لاتجاه الديسبلسمنت او الاستطاله. The restoring force is opposite in direction to the displacement. الريستورنج فورس هي عبارة عن مقدار الوزن الذي تحدثه الكتل المعلقة، لأن الريستورنج فورس هي تتناسب مع مقدار الكتلة، أي أن الريستورنج فورس تساوي الام في الجي، الام في الجي، يبقى بالتالي الام جي تساوي الكي دلتا ال. لو احنا أخذنا العلاقة ما بين الام والدلتا ال فإننا نحصل على خط مستقيم، ميل هذا الخط المستقيم يساوي كي
على جي، يبقى إذن الكي تساوي السلوب أو ميل الخط المستقيم في مقدار الأكسلريشن دوت جرافيتي أو الجي. من العلاقة دي برضو اللي هي السلوب تساوي الكي على جي، يمكن حساب الجي الأكسلريشن دوت جرافيتي إذا استخدمنا زومبورك له كي معلومة، له ثابت شد أو ثابت زومبورك معلوم. البروسيدور أو الخطوات، بداية نستخدم المسطرة لإيجاد مقدار الطول الأولي أو الانشيال لينث للكلوزد كويل ذاتي. الكلوزد كويل ذاتي أو البروسيسف كويل ذاتي، بروسيسف كويلز اللي هي الحلقات المترصة اللي هي بنسميها الـ L0 أو الـ L نود. نسجل النتيجة في جدول الـ L نود، تساوي 8 سنتي أي تساوي 8 من 100 من المتر. ثم خطوة الثانية، نعلق ثقل مناسب أو نعلق كتلة مناسبة، وذلك في حدود أو في حد أو في حدود حد المرونة للزنبورك، ولكن عشرين جرام مثلا، نلاحظ حدوث استطالة أو زيادة في الطول عن الطول الأصلي عند تعليق الثقل أو عند تعليق هذه الكتلة. نحسب الطول بعد وضع الكتلة، تساوي 10 سنتي أو تساوي 1/100 من المتر. يبقى عند تعليق كتلة مقدارها 20 جرام أي 2/100 من الكيلو جرام، فإن مقدار الطول أو الطول النهائي أصبح 1/10 متر أي مقداره 10 سنتي. يبقى إذن مقدار الاستطالة الناتجة اللي هي الفرق ما بين الطول النهائي أو الفاينل لينث والإنشيال لينث أو الطول الابتدائي بيساوي 2/100 من المتر أي 2 سنتي. نكرر الخطوة السابقة مع تعليق، مع زيادة الكتلة، مع زيادة الكتلة، ولكن زيادة بمقدار 20 جرام أخرى، أي أصبح الكتلة تساوي 40 جرام، ثم نقيس الطول النهائي مرة أخرى. تساوي 12 سنتي أي تساوي 12/100 من المتر. يبقى إذن طبعا الطول الانشيال أو الطول الابتدائي أو الـ L0 دي قيمتها ثابتة، تساوي 8/100 عند تعليق ثقل مقداره 4/100 لو 40 جرام، فإن الطول النهائي أصبح 12/100. يبقى إذن الفرق في الطول ما بين الطول الفاينل لينث والانشيال لينث اللي هو الدلتا ال او الاكستنشن تصبح 4/100. نكرر هذه التجربة 5 خطوات على الأقل مع 5 أثقال او 5 كتل مختلفة. مع اكتمال الجدول نرسم العلاقة بين الام على محور واي ودلتا ال على محور اكس، ونأخذ باستخدام ورقة رسم بياني، نأخذ مقياس رسم مناسب لكل من خط الأعداد واي وخط الأعداد اكس أو محور واي ومحور اكس، ونرسم الإحداثي لكل نقطة. النقطة الأولى 2/100 على محور واي بالنسبة للام، و2/100 للدلتا ال.
النقطة الأولى النقطة الثانية 4 و 4 من 100 و 4 من 100 النقطة الرابعة 8 من 100 و 8 من 100 النقطة الخامسة 1 من 10 و1 من 10 كلما زاد عدد النقاط كلما كان القراءة أو القيمة الناتجة تكون أفضل. 12 من 100 بالنسبة للنقطة الستة، 12 من 100 و 12 من 100 12 من 100 و 12 من 100 هذه النقطة رقم 6. نحاول توصيل النقاط بحيث تصبح كلها على استقامة النقطة 6 بحيث تصبح كل النقاط تقريبا على استقامة واحدة مع نقطة الأصل نحصل على الخط المستقيم. نحسب ميل الخط المستقيم، نأخذ أي نقطتين على الخط المستقيم حيث أن ميل أي جزء من الخط المستقيم يساوي ميل الخط المستقيم نفسه. ميل أي جزء من الخط المستقيم يساوي ميل الخط المستقيم نفسه. ولا أخذ نقطة هذه النقطة وهذه النقطة مثلا ونحسب الميل سلوب يساوي واي 2 ناقص واي 1 فرق الصادات على اكس 2 ناقص اكس 1 النقطة واي 2 تساوي 7 من 100 بعمل اسقاط على النقطة واي 2 وعمل اسقاط على النقطة واي 1 اللي هي ناقص 3 من 100 على اكس 1 اكس 2 تساوي 7 من 100 ناقص اكس 1 اللي تساوي 3 من 100 نلاحظ ان الميل يساوي 4 من 100 على 4 من 100 يبقى اذا سلوب يساوي 1 وبما ان الكي تساوي سلوب في قيمة الجي يبقى اذا 1 في قيمة الجي اللي هي 9.8 يبقى اذا الكي او السبرينج كونستانت يساوي 9.8 ويقاس بوحدة نيوتن لكل متر. ويمكن أيضا بمعرفة لو استخدمنا زنبورك معروف القيمة معروف قيمة الكونستانت أو معروف الثابت بتاع الزنبورك ممكن إيجاد قيمة الجي من خلال هذه المعادلة. شكرا.